قيم تهدينا إلى القيم، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. قيم تهدينا إلى القيم، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. ونحقق فيها رفعتنا وزوال الظلم مع الظلم، والتفت العالم منبهرا فصلاح الدنيا في قيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في برنامجكم قيمنا، والذي يأتيكم من شاطئ الخليج العربي. نرحب بكم وبضيفي الكريمين في الاستوديو، الدكتور طلال بن عادل بدراع، مستشار تطوير الذات. مرحبا بك دكتور. مرحبا طلال. بكم والمشاهدين. وأيضا نرحب بالشيخ أسامة بن حسن الرتوعي، المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية. مرحبا بك الشيخ أسامة. حياك الله. وسهلا. وأنتم إخوان المشاهدين، مرحبا بكم أيضا مرة أخرى، ونشاهد إياكم في عرض سريع عن مجريات هذه الحلقة، ثم نواصل محاورنا. إذا المشكلة كبيرة أكيد بعض الأوقات ما بكون صبور، راح انفجر. هلا عدنان، كيف حالك؟ هلا. القرآن الصافي ونبي الهادي. هذا صعب زي ما أنت شايف، ما في تيسير. إلى متى؟ واحد إذا واجهته مصيبة أو مشكلة لا قدر الله، أول شيء يصبر. مرحبا بكم إخواني المشاهدين من جديد. صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في كل الأمور نجا. الصبر قيمة عليا في الإسلام، دعا إليها القرآن ودعت إليها السنة وتدعو لها الفطر السليمة. تعالوا نشاهد هذا المشهد التمثيلي المعبر عن هذه القيمة العظيمة، ثم نواصل حوارنا مع ضيوفنا. تهدينا إلى القيم، تسمو بالجيل. هلا عدنان، كيف حالك؟ هلا. القرآن الصافي ونبي الهادي. هذا صعب زي ما أنت شايف، ما في تيسير. إلى متى؟ إلى متى الحال هذا يا عدنان؟ حتبقى بالحالة هذه؟ لا عمل، لا هدف، لا إنجاز. حاولت بس فشلت، فشلت، ما بقيت شيء. اللي سويت حاولت ابحث عن وظيفه ما لقيت، رحت سويت، حاولت اسوي لي مشاريع، افتح مشروع، برضو ما في فايده. ايش اسوي؟ انت كلمتني عن الصبر، اصبر. صبرت، هذا انا صابر، صحيح ان عندي ها لكن ايش الصبر اللي استاجر عليه؟ انك تصبر على البلاء، تصبر على المحن اللي تجيه، وتصبر على كل شيء. سوالف هذه، سوالف تليفون هنا وهنا وهنا، والجسم جالس لي على او 24 ساعه وانت جالس لي على الانترنت والتليفون والجوالات، هذه ما تاكلك عيش اصلا. انا ما اقول لك الكلام هذا اللي لمحبتي لك، انا احبك عشان اقول لك الكلام هذا. لو واحد ثاني ما يتردد عليك اول مره وثاني مره وثالث مره، كم مره انا جالس اتردد عليك لانني احبك، وانا عارف ان قلبك يعني فيه القبول الخير ان شاء الله. بالجيل الى القمم، من نبع القران الصافي ونبي الهادي للامم. عبد الله جزاك الله خير. عبد الله يرحمك، الله يغفر له ويرحمه. الحمد لله، الحمد لله، الله يجزيك. الحمد لله، الله يغفر له ويرحمه. الحمد لله ويصبركم. الحمد لله، رحمة الله عليه. الحمد لله رب العالمين. حاولوا الدكاترة أن يشعفونه بصدمات كهربائية، بس قضاء الله وقدر.
وافت هالمنية وتوفى. عليك بالصبر كما قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا قدر الله، الحمد لله. أصبر وما صبرك إلا بالله. من 10 سنين تقول لي أصبر وأنا صابر، والله يوم صبرت أنا أمه وتحملنا، لكن إيش نسوي؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ربنا بيصبركم إن شاء الله. الله يجزيه. الحمد لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه. هادي للأمم قيم تهدينا إلى القيم تسمو بالجيل إلى القيم. والسلام. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. تعال هلا حبيبي. هلا هلا والله. هلا ابو راشد. هلا هلا. كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. شلونك؟ اسعدتني ما شاء الله تبارك الله. هذه النعمه ما شاء الله انت فيها ما شاء الله. استريح. هلا والله ابو راشد. ما شاء الله ما شاء الله. شيء يشرح 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 الصدر يا راجل. هي ما شاء الله تبارك الله لما تخش المحل منور واللي انت فيه انت ما شاء الله منوره كمان. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه. هذا شيء اللي يفرح الواحد يسعده. والله انك شرحت صدري يا راجل. ما شاء الله ربي يوفقك. الحمد لله رب العالمين. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الصبر. ما شاء الله تبارك الله. كيف لقيت العمل الجديد هذا ما شاء الله؟ الحمد لله. الحمد صبرنا طعمه ودورنا وصبرنا ودورنا وصبرنا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مرحبا بكم إخواني المشاهدين. استعمل الصبر تجني بعده العسل، ولازم الباب حتى تبلغ الأمل. والصبر مر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر كنز في قلب كل عبد مسلم، يجب أن يستعمله في أوقاته التي يحتاج إليه فيها. فالصبر حقيقة يعني من أسعد الأشياء التي تجمل حياتنا، فلولا الصبر لما استطعمنا لذيذا في هذه الحياة. تعالوا نتحاور مع ضيفي عن جوانب الصبر في القرآن والسنة وأنواع الصبر والأشياء التي تنافي الصبر والأشياء التي لا تنافي الصبر، وأيضا أثر الصبر على النفس السوية في محاورنا مع شيخي وضيفي الكريمين. الشيخ أسامة، هل القرآن دعا إلى الصبر وحث عليه؟ نعم. وهل هناك نصوص أيضا من السنة تدعو إلى الصبر وتأمر به؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقيمة الصبر قيمة جميلة. كثير من القيم والأخلاق ترجع إلى الصبر. جميل. ولو تأملنا في بعض القيم في بعض الأخلاق لوجدنا أنها مبنية على الصبر. صحيح. خذ على سبيل المثال الزهد. لن يصل الشخص إلى الزهد إلا وقد كان في قلبه وفي فعله الصبر. خذ على سبيل المثال العفة. كيف يصبر على شهوته؟ كيف يصبر على بعض عن معاصي الله عز وجل إلا وهو عنده خلق الصبر؟ الإحسان إلى الناس يحتاج إلى الصبر، بل مخالطة الناس تحتاج إلى الصبر. فالصبر قيمة عالية جدا. هو الصبر من أصول الأخلاق. من أصول الأخلاق وترجع عليه أخلاق كثيرة. كثير من الأخلاق، ولو أردنا أن نعدل ربما يعني طال بنا المقام. فلذلك حقيقة هي قيمة أساسية، قيمة مهمة جدا، لابد أن نعتني بها. وكتاب الله عز وجل مليء بالآيات التي تدعو إلى الصبر، بل يمكن شاهدنا في المشهد أكثر. نعم. من آية. الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين. لاحظ يعني أسلوب البشارة. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وبشر الصابرين. أي الصابرين هؤلاء الذي عناهم الله عز وجل بهذه البشارة؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الجزاء؟ ما الجزاء الذي جعله الله عز وجل لهؤلاء؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظ، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن لما تأتيك المصيبة لابد من قول هذا القول، هذا الإرشاد الإلهي من الله سبحانه وتعالى. طيب، وماذا بعد ذلك؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل وفقهم للصبر على المصيبة، وبالتالي جزاهم بالصلوات وبالرحمة منه سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا حقيقة يعني لا شك أنه جزاء عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى، بأن الصابر يوفى أجره بغير حساب.
وكثير من الآيات التي تدل على هذا سواء في القتال سواء في معاملة الناس كذلك السنة. وتأملوا معي إخواني وأخواتي في قوله صلى الله عليه وسلم عجباً عجباً لأمر المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتعجب من حال المؤمن. مما تعجب يا رسول الله؟ يقول عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير. يعني في جميع حالاته هو يعيش في الخير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طيب صورة السراء والسراء واضحة أنه له خير يعني، لكن الضراء الضراء لا شك أن له خير لأن الله عز وجل يجازيه كما ذكرنا قبل قليل بأنه الجزاء عظم الجزاء لا شك أنه لما يصبر فإنه يعني يرجو من الله عز وجل الجزاء على هذا الصبر. طيب شيخ أسامة، هل الصبر فعل أو كف؟ هو يقولون في اللغة الصبر الحبس. جميل. والحبس عادة يكون منع النفس. منع النفس. أي نعم، منع النفس. ويقولون في الإصطلاح حبس النفس على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله عز وجل وعن المصائب أو الأقدار. إذن هذه مجالات الصبر. هذه بعض مجالات الصبر، أو خلنا يعني نقول هي أصول المجالات. هناك بعض المجالات كثيرة جدا لكنها تدخل تحت هذه المجالات. فالصبر على طاعة الله عز وجل. الله عز وجل يقول رب السماوات والأرض فاعبده والصبر يعني لاحظ شوف قضية الصبر حتى يعني ليس الصبر الطاعة فيها ثقل على نعم النفس. والصبر لعبادته هل تعلم له سمية. الطاعة فيها ثقل، قد يكون ثقل بدني وقد يكون ثقل في المال. الزكاة عبادة ويحتاج الواحد حتى يخرج الزكاة إلى صبر وإلى أنه يعني بالنسبة له هذا المال كونه يخرج ابتثال الأمر الله عز وجل، فتحتاج إلى شيء من الصبر حتى يدفع هذا المبلغ، حتى يدفع هذه القيمة التي أمره الله عز وجل بها. فليحتاج فيها ثقل. ربما يصل بعض الناس بعد مدة من الزمن، وهذا حقيقة من تقواهم من إيمانهم، إلى أنهم يستمتعون بهذه العبادة، لكن هي أصلا في البداية فيها شيء من الثقل، فيها شيء من الثقل. لكن نسمع أحيانا عن بعض المتقدمين أو حتى المعاصرين ممن يقوم الليل الساعات الطويلة ولا يشعر بقيامه، ممن يصوم الأيام الكثيرة الأيام الطويلة ومع ذلك لا يشعر بهذه الألم، وأحيانا يكون هناك نوع مرض أو تعب عندهم، ومع ذلك غلب حب هذه الطاعة، غلب على الألم الذي يشعر به. جزاك الله خير شيخ أسامة، الله يبارك فيك. الدكتور طلال أبو ذراع، ما أثر الصبر الإيجابي على ذات البشرية؟ يعني عندما يتصبر الإنسان ما الأثار التي تترتب على نجاحاته، تحقيقه يعني أهدافه، سلامته من الأعراض النفسية؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في المشهد الدرامي أعجبتني لفتة للناصح والمنصوح. الناصح يسأله ماذا فعلت، فهو يقول أنا جالس في البيت صابر، وأنكر عليه هذا الصبر جلوسه. جلوسه. إذ هناك نوع من أنواع الصبر هم يسمونه صبر، هو في الواقع ليس صبر وإنما هو سلبية. يأس. هو يأس. هو قنوط. عجل. هو إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. عجيب. هذا ليس صبرا. أي فعل فيه الإنسان يكون عاجز عن عمل أي شيء أو فعل أي شيء في صالحه في العاجلة والآجلة هذا سلبية وليس صبرا. هذا واحد. إذن الصبر هو عمل إيجابي وتحرك إيجابي. وتحرك إيجابي سواء كان العمل عمل قلبي أو عمل في الجوارح. أعجبني تعريف جميل للصبر، يقول هو كف النفس عن الشكوى من ألم البلوى. هو كف النفس من الشكوى، هذا ينسب للجرجاني، أحد العلماء الذين حصل على جائزة نوبل العالمية. لما سألوه كيف أنجزت هذا الإنجاز العظيم، قال لن تتعلم حتى تتألم بالصبر. حصلت على هذه الجائزة. لن تتعلم حتى تتألم. كيف يكون الصبر هو حافز الإنسان للنجاحات في الدنيا؟ لن يستطيع الإنسان كما قدم شيخنا وكما شاهدنا في المشهد الدرامي، لن يستطيع الإنسان أن يحصل على مراده وعلى نجاحاته في الدنيا والآخرة إلا بالصبر. لن يتوضأ إلا أن يصبر على برودة الماء في الشتاء أو على سخونته وحرارته في الصيف. لن يستطيع الإنسان أن يحصل على رضوان الله بالصلاة، بشر المشائين في الظلم.
لن يستطيع الإنسان الحصول على الزوجة الطيبة الصالحة إلا أن يصبر بأن يجمع مهرها وأن يبذل من ماله لمسكنها. لن يستطيع الإنسان أن يحصل على مراده في الرقي في الدنيا، في الحصول على الوظائف التي تليق به أو على المكاسب التجارية التي يتطلع إليها إلا بالصبر. الصبر إذن هو يعني هو الخلطة الحياة، هو الخلطة السرية لكل شيء جميل. هناك من يظن من الناس أنه بمجرد بذل الأسباب أنه يكفي لحصول مراده، وهذا من الخطأ. إذ نحن عندنا التوكل، هذا شيء أساسي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وبذل الأسباب هذا هو العمل الفعلي المطلوب من الإنسان، المطلوب من الإنسان. ويسمونه علماء البرمجة أو علماء تطوير الذات يسمونه عامل الوقت. إذن الصبر هو عامل الوقت، الزمن هو الزمن، الزمن الذي أقسم الله به والعصر إن الإنسان في خسر. الذي يجب أن يذكر في هذا المقام أن الصبر كما أنه عبادة من العبادات كما ذكرها شيخنا، إلا أنه هو العمود الفقري لكل نجاح في الدنيا. النجاح الوظيفي، النجاح المهني، النجاح العلمي، النجاح الأسري، النجاح التجاري، كل نجاح في الدنيا لا بد له من صبر. كثير من الناس يشتكي ويقول أنا أنتظر وأنتظر وأنتظر، إلى متى؟ الصبر ليس له وقت محدود. ثم إن هناك جانب آخر جميل في الصبر، اجعل الصبر هو صديقك وصاحبك، لا تمل منه، فإن الصبر من مل منه مل منه. من استثقل الصبر، إذا كنت تسعين إلى زوج صالح، إذا كنت تبحث عن أرباح جيدة تطمح إليها، إذا كنت تريد شهادة عالية، فرافق الصبر وصاحبه وصادقه، لا تتبرم منه. صاحبنا في المشهد الدرامي يقول إلى متى أنا صبرت كثير وكثير. هذه عبارة تتكرر على سنة الناس، هذه العبارات صبرنا وتعبنا، إنما من قال صبرنا ولم نحصل شيء فهو لم يصبر. عجيب، أصبح دخل درجة الضجر الضجر والتأفف. الصابرون هم الذين يتلذذون بصبرهم حينما يحصلون على مراداتهم. لننظر الآن إلى الكثير من الصور المضيئة. في قصة جميلة هنا لو سمحت لي سأذكرها بإيجاز. وأيضا نريدك دكتور طلال تذكرنا بعض مقويات الصبر، يعني إذا أمكن. جميل. في إحدى الأخوات ذكرت قصة وهي تحاضر على مجموعة كبيرة من البنات والفتيات. كانت تقول أن هناك فتاة أصيبت بمرض السرطان، نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض وأن يعافينا وإياكم. هذه الفتاة كان عمرها تقريبا 17 سنة، أصيبت بمرض السرطان، للأسف الشديد استشرى في جسدها حتى أن الأطباء قالوا لا أمل بشفائك إلا عند الله سبحانه وتعالى. كان عندها مجموعة من الأخوة والأخوات، ظروفهم لا تسمح لهم بأن يعالجوها، قام لها أخ لها من أمها، فاقترض المال وذهب بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعلاجها، وكان صابرا في هذا حتى أنه اقترض من أكثر من جهة. خلاصة القصة أنه يعني هناك من كان يثني عزمه عن أنه يقف أمام يعني مع أخته هذه المكلومة، وكانت صابرة محتسبة، وكانت تقول لأخيها يعني لكل داء، يعني كل داء أنزل الله عز وجل له دواء، علمه من علم وجهل من جهل، لعل في السفرية هذه يكون هناك علاج. الشاهد أنه وهي هناك في أمريكا للأسف أنه استشرى المرض في جسدها، فأتتها منيتها وكانت تحتضر، فنادت أخاها وقالت له يا أخي أسأل الله عز وجل كما قدمت لي وكما صبرت علي أن يفتح لك أبواب رزقه. يا الله. ولفظت أنفاسها الأخيرة، أتي بها وصلوا عليها. الله. هذا الرجل يعني كان تعرض لأزمات ونكسات بسبب القروض اللي اقترضها، تعرض لللوم الشديد من إخوته من المقربين ومن الأبعد. المفاجأة أنه في إحدى الأيام تم الاتصال عليه من إحدى مناطق شمال المملكة، السلام عليكم، أنت فلان بن فلان؟ قال نعم. قال إنه هناك لك قريب وأنت أقرب، أنت عصبته وأنت وارثه كلالة، أنت أقرب الناس، وقد ترك لك أرضا
تجارية قيمتها بالملايين، فلعله هذه قصة واقعية، فعوضه الله خيرا منه. أقام سجد لله شكرا وتذكر دعوة أخته قبل سنة لما قالت أسأل الله عز وجل يفتح لك باب رزقي. هذه من المظاهر الصبر. هل ممكن يتحلى الإنسان بالصبر؟ ربما نرجع لهذه إن شاء الله نأخذ بعد بإذن الله تعالى. نأخذ هذا الفاصل القصير يا دكتور طلال. إخوان المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل معكم المسير. قيم تهدينا إلى القيم، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. من أجل مجتمع تسوده القيم الإسلامية الفاضلة، كل واحد فينا مسؤول أمام الله عن القرارات التي يتخذها. قيمنا برنامج ديني تربوي اجتماعي. قيمنا برنامج يختص بإنزال القيم السمحة ليستقيم حال المسلم لصلاح سائر المجتمعات. يطرح البرنامج كل هذه القيم من خلال رؤية تحليلية شرعية ومجتمعية حوارية ودرامية من خلال ضيوفنا المختصين. هذا عمك أبو سليمان، رجال طيب ومحترم، وأنا قررت أجوزك بنتي. قيمنا من تواضع لله رفعه. سلام عليكم. يأتيكم أسبوعيا كل أربعاء 9:30 مساء، ويعاد بثه الخميس 1:30 ظهرا. قيمنا من أجل مجتمع ديني معافى. لا يمكن للإنسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل به إلا إذا عرف أحكامه وأولاها اهتمامه وعنايته وبذل جهده وطاقته للإلمام بها لتكون عبادته لربه قد بنيت على أساس صحيح ومتين. ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين والأخذ بها فقد هدي إلى صراط الله المستقيم وحصل على خير كثير. لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بتعظيم كتاب الله وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا، والاستقامة على ذلك والصبر عليه حتى الوفاة. الشيخ ابن باز رحمه الله. ونحقق فيها رفعتنا وزوال الظلم مع الظلم. مرحبا بكم إخواني المشاهدين. إذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة فأفرغ لها صبرا ووسع لها صدرا، فإن تصاريف الزمان عجيبة، فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا. ما هي مقويات الصبر وما هي الأسباب التي تعيننا على اكتساب الصبر وزرع في نفوس أبنائنا؟ هذا ما تنحاور فيه مع ضيفي الكريمين. الشيخ أسامة، كيف نكتسب الصبر؟ طبعا هناك وسائل عديدة حقيقة لاكتساب الصبر. أولا لابد أن نعلم أن هذه الدنيا فيها مشقة وبلاء. جميل. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا توطين النفس على معرفة الحياة. الحياة فيها مشقة. الحياة فيها لا ولا أحد يستمع فيها. والله عز وجل الذي قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلذلك لابد أن تعلم أن هذه المصائب تأتيك لا تأتيك لوحدك. بعض الناس يظن أن هذه المصائب فقط لوحده، أنت لا تعلم مصائب الآخرين. كل قد يبتلى بمصيبة. ما هناك أحد في حياته كلها لا يموت له حبيب أو قريب أو صديق أو يخسر مالاً، تتفاوت المصائب، لكن الإنسان مخلوق في كبد، ولذلك لابد أن نوطن أنفسنا على هذا. وطبيعة الحياة، طبيعة الحياة، الكدر وكذا، وهذا شيء طبيعي. الأمر الآخر قراءة سير الصابرين، النماذج العديدة جدا التي فيها الصبر بمعناه الحقيقي. إذا أمكنت تستعرض لنا وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ودعني آتي بعض الأمثلة لأولي العزم ولغيرهم من الأنبياء والرسل. إبراهيم عليه السلام، كلنا نعرف قصة إبراهيم. إبراهيم جلس مدة من الزمن، سنة طويلة، وهو يتمنى الولد.
ثم لما جاءه الولد تأمل في قول الله عز وجل له، فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ معه السعي تكلم الله عز وجل عن إسماعيل عليه السلام مع أبيه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، يعني وحي من الله، وحي من الله عز وجل، وهذا معلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. فانظر ماذا ترى، هو يقول لابنه إيش الحل، هو طبعا سيطبق ما قال عز وجل، لكن كأنه بمقدمة يهيئ الولد. فانظر ماذا تربية، انظر إلى 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 الولد، يعني لاحظ هذا الولد الذي كان ينتظره إبراهيم السنة طويلة، ثم لما أتى ولم يأتي فقط الآن، يعني ما زال بلغ السعي يعني بلغ، تعلق القلب به. فيقول فانظر ماذا ترى، ماذا يقول إسماعيل؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سلام، الصبر على طاعة الله وقدر الله. ولاحظ هذا نبي وهذا نبي، وكلاهما صبر، ومعروف القصة بعد ذلك كيف أن الله عز وجل نجى إسماعيل. هذا صبر إبراهيم عليه السلام. إبراهيم نفسه أيضا عليه السلام لما ألقي في النار، يعني مع ذلك صبر، وكانت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا من نماذج يعقوب عليه السلام، كلنا نعلم قصة يعقوب عليه السلام لما قيل له أن ابنك يوسف يعني أكله الذئب، ماذا قال؟ صبر على كيد الأبناء، فصبر جميل. على طول على طول كيف تلقى الخبر، ما جزع والعياذ بالله كذا، وإنما صبر جميل. الصبر صفة حاضرة في شخصيات الأنبياء، في شخصيات الأنبياء لا شك، هذا واضح. لما كذلك قيل له بأن ابنك الآخر سرق والثالث لم يأتي، نفس الإجابة، فصبر جميل. الله المستعان. هناك فصبر جميل والله المستعان وعلى ما تصفون، وهنا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني عجيب، يوجد الصبر والفأل يعني في نفس الوقت، الصبر والفعل، أنه سيأتي الله عز وجل له بأبنائه، ولم ييأس ولم يقنط عليه السلام. فهذا حقيقة أيضا من النماذج في الأنبياء عليهم السلام. أيوب والذي يضرب به المثال، يا صبر أيوب، ها أيوب عليه السلام، ما الذي حدث لأيوب؟ أيوب ابتلي في ماله، ابتلي في ولده، ابتلي في جسده، حتى قال بعض المفسرين قال أنه لم يبق له إلا زوجه تحنو عليه تخدمه كذا، ومع ذلك صبر. سبحان والله عز وجل بعد ذلك يعني شفاه من مرضه. لكن المقصود، شوف سنوات طويلة، هو يصبر عليه السلام. بل الأنبياء كلهم، نوح عليه السلام صبر على قومه في دعوته لهم 1050 في دعوته فقط. موسى عليه السلام صبر على فرعون، وعلى قصة نوح صبره على ولده أيضا، صبر على ولده، وكان يتمنى أن يلحق بهم، كان يتمنى لولده النجاة. نبينا صلى الله عليه وسلم، هناك نماذج كثيرة جدا، ولا يعني نكتفي حقيقة بهذه. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حلقة كاملة في صبر عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بأنه كاهن، صبر. اتهم بأنه ساحر، صبر. اتهم بأنه مجنون، وكله يصبر. هذه لو يتم بها الإنسان الآن المعاصر تقتل، تقتل. ويا إخوة، يعني ليس القضية ليس سهلا، اتهامات أحياناً بالجنون، بالكهانة، وتشويه السمعة. الآن بعض الناس يقول لك فلان شوه سمعتي لأنه قال كذا وكذا. كيف تشويه السمعة؟ أنه يقال عنه بأنه مجنون، يقال عنه بأنه كان، يقال هذا داب المصلحين أن يكون هناك من. ولذلك طالما قل داب المصلحين، لقمان عليه السلام لما نصح ابنه، والآيات معروف مشهورة، قال يا بني أقم الصلاة. الله، لاحظ قضية إقامة الصلاة. ثم قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني في تلازم بين الأمر بالمعروف والمنكر، الحسبة، وبين الأذى. لا شك هناك تلازم شديد وواضح، فإنه من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر فإنه لابد أن ينهش في عرضه، لابد أن يؤذى. وإذا قال له ماذا؟ واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. قضية الصبر على قضية الناس، وأنك قد تؤذى، الداعي يؤذى، وهذا لا شك. الداعي قد تشوه سمعته، قد تلفق له التهم، وذاك هذا شأن الأنبياء عليهم السلام، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخفى على يؤذى، وتلقى عليه القاذورات، وكله هو يصبر، لأنه يصبر على دعوة، يصبر على. بل النبي صلى الله عليه وسلم صبر على فقد
زوجه، صبر على فقد عمه الذي كان يسانده في الدعوة. نعم. هذه كلها حقيقة من الأشياء حقيقة المحزنة. أولاده ومع ذلك على أولاده، ولذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه إبراهيم ومات وهو إيش؟ طفل، وهو طفلا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذا، على هذا الفراق، صبر على يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم توفوا في حياته ما عدا فاطمة، فإنها يعني توفيت بعده بأشهر. لكن خير شخص صحيح نماذج ثرية، ولعلنا إذا كان هناك ساعة أيضا نأخذ بعض النماذج الأخرى من الصالحين والسلف الصالح. دكتور طلال، هل توجد نماذج واقعية لأناس صبروا وظفروا يعني بعد أن ذاقوا مرارة الصبر؟ نماذج الواقعية، كل شخصية ناجحة موجودة في المجتمع الآن لو تدبرنا سيرتها الذاتية لوجدت أن وراءها صبر. كل إنسان ناجح أصبح بارزاً ومتميزاً في العلم من كبار طلاب العلم، أو طبيباً شهيراً، أو تاجراً تبارك الله من التجار الناجحين، أو مذيعاً متألقاً، لو وجدت أن وراءه حكاية وأن الحكاية عنوانها الصبر. هناك الكثير ممن يعانون، إما يعانون لفقد شيء أو يعانون للبحث عن شيء. هؤلاء الناس الذين يعانون ممن ينتظر شيء، يعني كم من امرأة تنتظر صلاح زوجها وتقول زوجي يغضب كثير، زوجي بخيل، زوجي غير صالح. كم من زوج يتبرم من وضعه مع زوجته، هي لا تطبخ ولا هي لا تهتم به، هي عندها بعض الصفات السيئة، تنقل أخبارنا الخارج. كم من إنسان يشتكي أولاده، كم من مدير يشتكي موظفيه ومن هم تحته، كم من أمير يشتكي رعيته، كم من رعية تشتكي أميرها. كل هؤلاء إنما خلاصهم بعد توفيق الله بالصبر. هناك أحد ملاك البنوك عندنا في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، أتيحت لي الفرصة مرة وكان في محفل وكان هو موجودا في إحدى المناسبات، فسألته سؤالا، قلت له يا أبا فلان تبارك الله أنا مهتم لقصص الناجحين عندنا، فلأعطيتني السر ما شاء الله تبارك الله، هل هو إرث ورثته من أجدادك؟ قال والله يا بلهجته، قال والله يا ولدي إنما أتيت للمنطقة الشرقية وأنا حافي، الله والله حافي، ليس عندي حذاء ألبسه، واشتغلت كل الأعمال والوظائف، ونتمنى أن الرسالة هذه تصل إلى إخواني وأخواتي الذين ملوا من الصبر. أقول لكم اصبروا وصابروا ورابطوا وثقوا بالله عز وجل، فإن سنة الله الكونية أنه من أدمن الطرق أوشك أن يفتح له الباب، والسنة الكونية أنه من أراد شيئاً وأصر عليه وأحسن الظن بالله، والله إن الله لا يخيبه وستفتح. وهذا للمسلم، إذا كان الكفار فمن رحمة الله أنهم إذا أصروا أنقذهم الله وهم في وسط البحار وهم كفار، صحيح. فما بالك بمؤمن. قصص الصابرين الناجحين كثيرة. هذا التاجر يقول إنما صبرت وحملت للناس أشياءهم وأصبت بأمراض فصبرت عليها حتى أنقذني الله، والآن هو يملك ما شاء الله تبارك الله مجموعة من البنوك. طيب دكتور طلال، هل توجد نماذج عكسية يعني أناس لم يصبروا فحصل اتصلت إحدى الأخوات كانت تشتكي زوجها ولم تصبر عليه، كان زوجها يعني عنده بعض المصلي ويصوم لكنه عنده بعض المخالفات، فكانت المشورة لها أن هذا زوجك تبارك الله محافظ على صلاته في المسجد وبار بوالدته وأخواته وموظف تبارك الله وينفق بالذي يقدر عليه، صراخه الكثير، تدقيقه في نظافة المنزل، كانت تشتكي أنه دائما يأخذ أخواته ووالدته ويذهب بهم هنا، وكانت تغير منهم. فقلت اصبري اصبري بارك الله فيك، لكن للأسف كانت مستعجلة ولم تصبر، كانت تصر على أنه يطلقها. طلقت تقريبا بعد سنة ونصف، بعد هذه السنة والنصف هو تزوج بأخرى وفتحت له أبواب الخير والسعادة والحمد لله، يعني كما تدين تدان. هذه الأخت للأسف الشديد أتت مع أخيها تقول أرجعوا لي زوجي سبحان الله، وإنه يعني لم أجد مثل هذا الرجل أبدا.
يعني عرفت صفاته الطيبة بعد الانتهاء. مشكلتنا أنه لا نعرف قيمة الإنسان إلا بعد فقده. كثير من الإخوان ما يعرف قيمة، يا حبيبي الغالي، ربما زوجتك هذه التي تشتكي منها ربما لن تجد مثلها لو طلقتها وانفصلت عنها، وكذلك أنت يا أختي. هناك بعض الأخوات تشتكي من أبيها، أبي دائما يصر علينا تستروا يا بنات البسوا كذا، أبي قديم في طبعه. اصبري عليه، فإنه إذا فقدت الأب لن تجدي لن تجد القلب الحنون الذي يحنو عليك، يوجهك، يدعو لك، يعطيك. بالصبر بالصبر ننال الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. هنا فيه قصة جميلة سريعة. أحد الإخوة كان ابتلي بمعلم، كان المعلم هذا يقسو عليه ودائما يحاول أنه يعني يوجهه إلى الخير، حتى في ملبسه في طريقة كلامه يقول يا فلان لا ترفع صوتك، يا فلان إنما العلم يؤتى بلسان سؤول وبقلب عقول، يا فلان يجب عليك أن توقر لأهل العلم. هذا الشاب للأسف يكثر عليه التوجيه ويحاول يكثر أن يكثر أداب العلم. فهذا الشاب للأسف ما كان صبورا، فترك هذه الجامعة وهذه الكلية. للأسف الشديد أنه ندم بعد، لأنه لم يصبر ندم. كل زملائه تبارك الله الآن في أماكن قيادية في التربية وفي التعليم وفي الدعوة، وبعضهم في مجالات أخرى، إلا هو لأنه لم يصبر. الصبر هو مفتاح الفرج. طيب يا دكتور طلال، كيف نقوي هذا الصبر يعني مرة أخرى؟ واحد. جميل. أولا الصبر أن يكون الإنسان ينظر إلى حاله وينظر إلى مآله، ويتأكد بأنه لن ينال مراده إلا بالصبر. هذا واحد. جميل. اثنين، أنه يجالس الصابرين ويبتعد عن المثبطين والسلبيين الذين يقولون يا فلان مستحيل أن تنجح، مستحيل أنت خربانة. لذلك ذكر لنا الشيخ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لأن مجالسة الصابرين تعدي الصبر. هذه اثنين. ثلاثة، مثل ما تفضل شيخنا بقراءة قصص الناجحين في الناجحين في الدعوة والناجحين في الشرع وأيضا الناجحين في الدنيا، من حازوا الأرباح ومن بنوا المشاريع. مر أحد الناس على عمال ثلاثة يشتغلون في مكان للبناء، فسأل أحدهم قال ماذا تفعلون هنا؟ قال أنا أكسر الطابوق وأدوات البناء هنا، هذا ماذا نعمله؟ الثاني سأله قال ماذا تفعل أنت؟ قال أنا أريد أن أبني بابا هنا، أنا مسؤول عن بناء الأبواب هنا. قال الثالث قال ماذا تصنع هنا؟ قال أنا أبني أعظم وأكبر جامع في هذه المنطقة، إنني أبني أكبر جامع في هذه المنطقة، ولعلي بإذن الله أنال الأجر والثواب ممن يصلون في هذا الجامع. هي كلهم يفعلوا نفس العمل، كلهم يكسر أدوات بناء، لكن النظرة لكي تنال وتتحلى بالصبر لابد أن يكون عندك سعة أفق، تتخيل، تخطط، تنظر أنه أنا الصبر هذا الصبر إنما هو مؤقت، يتصبر وبالمصابر. لذلك اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وفي سورة العصر، والعصر هذا عامل الوقت الذي نسميه عامل الوقت، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر أن تتأمل حالك بعد أن تنال مآلك، أن تخالط الصابرين وتبتعد عن السلبيين والمحبطين، أن تقرأ في قصص الناجحين، وكذلك أن تحتسب أجر رب العالمين فيما أنت فيه. نعم، جزاك الله خير دكتور طلال. أخوان المشاهدين، نشاهد هذا الاستطلاع لجمهورنا الكريم يحدثونا عن الصبر وكيف يصبرون على المصائب والمحن. والله الصراحة على حسب الحالة اللي بكون فيها، يعني إذا المشكلة كبيرة أكيد بعض الأوقات ما بكون صبور، راح أنفجر. وإذا كانت المشكلة بسيطة يمكن أشوف حل لها بسيط بعد سهل يعني، وتنحل الأمور. لازم طبعا الواحد يصبر عشان يأخذ منهم أجر، وكيف يتصرف يعني هذا شيء لا إرادة، يعني يكون مباشرة في غريزة الإنسان أنه يتصرف مباشرة يعني كذا بس. الواحد إذا واجهته مصيبة
أو مشكلة لا قدر الله، أول شيء يصبر ويتمنى من الله أنه تعدي مشكلته على خير. واصبر وما صبرك إلا بالله، يجب علينا أن الإنسان يكون صبور، وإن شاء الله المحن والشدائد دي فرجها بيد الله عز وجل. بالصبر والسكوت، لأن الصبر مفتاح الفرج. يعني أحاول أني أسويها بصبر، حكمة، هدوء، ما أستعجل في اتخاذ الحل، لأن لكل فعل ردة فعل، مهما كان الفعل اللي جاني لازم ردة فعلي ما يكون لها نتائج سلبية أو ضرر علي. نعم أقول الحمد لله على كل حال، ولماذا؟ لأنه ابتلاء من رب العالمين ويختبر صبر عبده، وإذا قال الحمد لله فهو قد إن شاء الله أنه عند حسن ظن الله سبحانه وتعالى. إيه نعم أصبر، والصبر مفتاح الفرج، وإن الله مع الصابرين. أهم شيء في الدنيا طبعا الصبر، الإنسان يبقى صبور ولا يتعجل يعني في بعض الأشياء، إن الله سبحانه وتعالى بيختبر الإنسان في بعض الأشياء بيشوف مدى صبر يعني، فأهم شيء الصبر عند الله سبحانه وتعالى، فإحنا دائما شاكرين فضله ولازم نبقى صبورين يعني. من علامات المؤمن أنه لازم يصبر عند الشدائد. إذا صبرت إن شاء الله أن الله بيأجرك وبيكتب لك الأجر، والواحد يحتسب الأجر، فكما قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مرحبا بكم إخواني المشاهدين، فإن تصبر النفس تلقى السرور، وإن تجزع النفس أشقى لها. الصبر هو المسار الوحيد الذي يسير فيه الإنسان في هذه الحياة، ولا يوجد مسار آخر، وإلا أصبحت هناك الهلكة والضياع والتشتت. شيخ أسامة، ما هي الأشياء التي ضد الصبر يعني وتخالفه في سلوك الإنسان؟ نعم، من الأشياء التي تخالف الصبر أو تنافي الصبر الجزع عند حصول المصيبة. ولذلك بعض الناس الآن المصيبة حصلت، مصيبة حصلت، فكيف تتصرف مع هذه المصيبة؟ إن أردت الأجر فأنت احتسب على هذه المصيبة التي أتتك. أما في حالة الجزع، في حالة عدم قبول هذه المصيبة، فهنا حقيقة لا شك أنه هذا ينافي الصبر ولا يؤجر عليه، مع أنه يعني ألزم بحصول هذه المصيبة، هو ليس يعني بيده شيء. الشخص الآخر حينما احتسب، حينما قال الأذكار التي تقال عند حصول المصيبة، لا شك أنه يؤجر، أما الآخر لا يؤجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تصيب المسلم أو المؤمن مصيبة حتى الشوكة يشاكوى إلا يؤجر عليها. من هذا الذي يؤجر؟ ذلك الشخص الذي جزع من هذه الشوكة أو من تلك المصيبة، هذا لا يؤجر، وبدأ يسب الأشياء وبدأ يسب هذا، هذا, هذا, هذا يأثم. ولكن ذلك الآخر الذي قال الحمد لله، الذي طبعا لاحظ المثال بسيط، حتى الشوكة يشاكوها، لكن هي حقيقة هي قس عليها أشياء أكبر من هذا. إذا كان الشوكة البسيطة فإن الله عز وجل يأجر هذا. هذا ما يتعلق بالمصائب. طيب في قضايا الطاعة، ما الذي ينافي الصبر؟ عدم الصبر على الطاعة، الشعور بالمشقة، عدم معرفة الأجور المترتبة على فعل هذه الطاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. لاحظ أنه لما يعلم أنه أصبح صفة عنده أنه منافق، فهذا حقيقة يعني يجعله يحاول البعد عن هذه الصفة. إذن هذه مشكلة. أحيانا أيضا في الأمر الآخر الصبر عن المعصية، المعصية حينما يعلم أن الله عز وجل سيجازيه على تركه لهذه المعصية، وحينما يعلم أن تلذذه الشعور الذي يشعر به باللذة لهذه المعصية أنه سيزول، انتهى هو، أصبح بل حتى قال بعضهم أنه أصبح لا يتلذذ المعصية فيما بعض، أدمن على فعلي. وكأسا شربت على لذة أخرى تداويت منها بها. يا سلام. طيب بعض الناس يضعف أمام المعاصي لأن فيها إغراء، كيف يواجه هذا الإغراء؟ النار حفت بماذا؟ بالشهوات. فالمسلم مطالب أنه يجاهد نفسه، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من الأشياء حقيقة المهمة جدا في هذا الأمر وفي الأشياء التي تنافي الصبر الاستعجال. ولذلك الله عز وجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له فاصبر
كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يعني لاحظ بل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه يعني أكثر من مرة هذا الحديث لما جاءوا الصحابة يشتكون جاءوا خباب يشتكي ماذا قالوا في نهاية الحديث ولكنكم قوم تستعجلون. القضية يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثقة تامة بأنه النصر لهذا الدين والنصر صبر ساعة أين بل الله عز وجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصبر صبرا جميلا. ولذلك الصبر الجميل هو الصبر الذي بدون شكوى الذي بدون شكوى هذا الصبر الجميل أن تشتكي الخالق إلى خلقه وهذه مصيبة لا شك. فالمقصود أنه أحيانا نحن يعني كما يقال يعني المصيبة حاصلة فلماذا لا أخذ الأجر حينما أصبر على هذه المصيبة؟ لماذا تفوت لك في المشهد الذي شاهدناه في بداية الحلقة الرجل لم يصبر فهو الآن أصيب بمصيبة وفي نفس الوقت لم يأخذ الأجر على هذه المصيبة. نعم. وذلك أحب أذكر هنا في الحديث حيث أم سلمة لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول حينما يعني تأتيها المصيبة. نعم. وأنها تقول إن لله وإنا إليه راجعون وتقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة لما توفي أبو سلمة من خير من أبي سلمة؟ فجاءها النبي من لا يشك في أنه هو الخير لها وبل للأمة الإسلامية. جزاك الله خير شيخ أسامة. طيب دكتور طلال هل الصبر شيء سلبي يعني أو شيء إيجابي يعني؟ الصبر المحمود هو الصبر الإيجابي. إحنا نتذكر بعض العلماء الذي عرف الصبر بأنه كف النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن التشويش. الصبر هو الحبس وهو الكف. الحبس والكف إن كان لمقصود خير فهو خير، وإن كان الكف والحبس عن مقصود سيء فهو ليس بخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. السلبية ليست صبرا، لذلك احنا ذكرنا في حلقة سابقة أن أولئك الجالسون أن أولئك الجالسين القاعسين الكسالى هؤلاء ليسوا صابرين، وإنما هؤلاء سيء الظن بربهم سبحانه وتعالى. الصبر يقتضي من الإنسان أنه أولاً يخطط لما للمرحلة القادمة. الصبر يقتضي من صاحبه أن يبحث عن البدائل، المتاحة. هناك أمور عندنا أولويات هام عاجل، هام غير عاجل، غير هام بس عاجل. عندنا غير هام وغير عاجل. أكثر الناس يكون في هذا المربع الأخير. في هذه المربعات الثلاثة. الهام والعاجل كان يتصل بك ابنك ويقول يا أبي أنا الآن سقطت وكذا أنقذني، فهذا هام وعاجل بحاجة تذهب وتنقذه. الهام لكنه غير عاجل كالتخطيط للحياة، اختيار الزوج المناسب، اختيار الوظيفة المناسب، اختيار التخصص، العمل لعمل خيري. لابد أن الأمور الهامة ولكنها الغير عاجلة يجب أن تأخذ مساحة 80% من أوقاتنا. أما الأمور العاجلة وهي غير هامة الاتصالات المحادثات الكثيرة يأتيك اتصال كذا ورد عليه ورد عليه وأنت تعلم أنه من الملهين، هذه هي التي تبدد هؤلاء سراق الوقت. هؤلاء هذا ليس صبرا، يجب أن هؤلاء يتعامل معهم معاملة لبقة بحيث أنها لا تعطيهم كل وقتك. هناك الغير هام والغير عاجل مثل مشاهدة التلفاز، الأمور الترفيهية، مثل إضاعة الوقت في هذه الأمور. وللأسف الشديد أن غير الصابرين هم ضحايا هذا المربع الرابع. الصبر هو إيجابي، الصبر هو تحمل الآلام، هو تحمل الآلام لتحصيل الآمال، هو تحمل اللأواء لحصول المبتغى. الصبر ممكن يكتسب. حتى لو هناك في بعض الناس يكون مثلا من طبعه أنه عصبي، أنه غضوب، أنه لجوج، متململ. حتى بعض النساء هداهن الله تقول أنا عصبي، أنا أغضب، أنا ما عندي صبر. يا أخيتي أنت تذهبين أولا أجرك بعدم الصبر، لأن هذا العمل، هذا صراخ الأولاد أو طلبات الزوج أو العمل في 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 مهنتك هو حاصل، صبرتي أو لم تصبري، فاصبري حتى لا يذهب أجرك. هذا واحد. ثانيا، لماذا لا أعالج نفسي؟ لماذا نحن دائما نتهم الآخرين؟
دائما نقول هم والله سبب المصيبة هم أسباب المصائب. لذلك الناس الغير صابرين يلقون باللوم على الآخرين. واحدة من الأخوات نأخذ هذه القصة لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل القصير دكتور طلال. أخوان المشاهدين فاصل قصير ثم نواصل المسير ونلملم موضوعنا. قيم تهدينا إلى القيم تسمو بالجيل إلى القمم من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. أمة الإسلام هي أمة الرسالة الباقية وذات الصدارة بين الأمم عندما أكرمها الله بهذا الدين وببعثة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت، وتغفو لكنها لا تنام، فلا تيأسوا، فإنكم سترون عزكم متى عدتم لربكم وأصلحتم من أنفسكم وقمتم بنصرة إخوانكم. إن التقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله، وحقيقتها أداء ما أوجب الله واجتناب ما حرمه على وجه الإخلاص له والمحبة والرغبة في ثوابه والحذر من عقابه. الشيخ ابن باز رحمه الله. من أجل مجتمع تسوده القيم الإسلامية الفاضلة، كل واحد فينا مسؤول أمام الله عن القرارات التي يتخذها. قيمنا برنامج ديني تربوي اجتماعي. قيمنا برنامج يختص بإنزال القيم السمحة ليستقيم حال المسلم لصلاح سائر المجتمعات. يطرح البرنامج كل هذه القيم من خلال رؤية تحليلية شرعية ومجتمعية حوارية ودرامية من خلال ضيوفنا المختصين. هذا عمك أبو سليمان رجال طيب ومحترم، وأنا قررت أجوزك بنتي. قيمنا من تواضع لله رفعه. السلام عليكم. يأتيكم أسبوعيا كل أربعاء 9:30 مساء، ويعاد بثه الخميس 1:30 ظهرا. قيمنا من أجل مجتمع ديني معافى. مرحبا بكم إخواني المشاهدين. في ختام هذه الحلقة نلملم موضوعنا ونركز على بعض الأشياء المهمة جدا في قضية وقيمة الصبر. شيخ أسامة، ما هي الأشياء التي لا تنافي الصبر؟ قد يفعل الإنسان نعم، لكنها يعني هي ساغة أو جائزة شرعا. نعم، يعني من الأشياء حقيقة لما تحصل مصيبة عند الإنسان نعم، ويبكي أو تدمع عينه نعم، هذه حقيقة لا تنافي الصبر، لأنها تتفق حتى مع القلب يحزن ومع نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ابنه إبراهيم فبكى نعم، فابتهم عوف يقول يا رسول الله وانت رسول الله يعني كيف تبكي؟ فطره وطبيعه. فسبحان الله يعني كيف قال سلم يعني انها رحمه نعم، انها رحمه يعني وضعها الله عز وجل في قلوب عباده. كيف قال يعني ان العين تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك لمحزونون يا ابراهيم. اشياء اخرى ايضا يعني هذه حكم من اهم الاشياء نعم. لكن حقيقه انا ودي انبه اذا كان في نص دقيقه أيوة، انبه على قضيه انه حتى العصاة يصبرون على معاصيهم. العاصي يخطط لمعصيته، مجرمين. العاصي يصبر على من حوله، ربما يريد ان يغازل يعاكس بل والعياذ بالله يزني نعم، هو يخطط لهذا الفعل ويصبر على من حوله على المثبطين، وهم ليسوا مثبطين وانهم الايجابيين يمنعونه الناصحين له. بل إبليس يصبر على إغواء الناس وعلى إضلالهم، يفتح لك باب من الخير ليوقعك في باب عظيم نعم، من الشر. أعداء الدين يصبرون نعم، ويصابرون حتى يحاربوا هذا الدين مع أنه ليس لهم هدف نعم. يعني حتى لما عدو الدين نعم يقتل هو ليس له هدف نعم، ومع ذلك فإنه يصبر. فنحن أولى نعم بالصبر نعم من هؤلاء. صحيح، نحن أولى بالصبر. الشيخ دكتور طلال، يعني ما هي الآثار السلبية لعدم الصبر في نص دقيقة؟ الآثار السلبية لعدم الصبر، أولا ذهب الأجر، اثنين أنه ما يترتب على عدم الصبر أنه لن تحصل على ما تريده، مقصودك نعم، على مقصودك لن تحصل. أحد الأخوات اللي كنا نريد أن نذكرها زوجها تأخر الإنجاب وكانوا يصرون عليها أهلها أنها لابد أنها تتطلق منه، لم تصبر عليه، تطلقت بعد 3 أو 4 سنوات. تزوجت برجل للأسف مدمن مخدرات سيء، كان يذيقها الآلام
زوجها ذاك تزوج من امرأة أخرى فأنجب منها الذرية الطيبة، وهي أنجبت من هذا، ولو صبرت عليه لتمتعت السعادة. عدم الصبر، عدم الصبر، الأثار السلبية لعدم الصبر أن الإنسان يفقد الأجر، أن الإنسان لا يحصل على ما يريده سواء في الدنيا أو في الآخرة. كذلك أنه عدم الصبر تحصل الضيق ويحصل الحرمان، ولكنه بدون أي هدف. فلذلك الوصية للجميع لنا أن نصبر، أن نصبر ونصابر، وأن نمتثل قصص ونجاحات وإشراقات الصابرين لكي نحذو أحذوهم، فبالصبر ننال كل مطلوب في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم جميعا من الصابرين. أحسن دكتور طلال، وشكرا لك على مشاركتك ومداخلاتك الجميلة معنا، وأيضا شكرا شيخ أسامة على هذه المشاركة الجيدة في هذه الحلقة وهذه القيمة العظيمة. وشكرا لكم إخواني المشاهدين، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أتتك مصيبة تشقى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء في قيمة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم تهدينا إلى القيام، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم، ونحقق فيها رفعتنا وزوال الظلم مع الظلم، والتفت العالم منبهرا فصلاح الدنيا في قيامي.